سيدي بتاع عمر، خير؟ شو صار لك؟ ما بعرف، ضغط شوي. طيب يلا قومي 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 ارتاحي، بدي كمل الجري. هلا بلا جري بلا بطيخ، قومي امشي. ماما خديني معك. ماما ما بطول حبيبتي. ولوين هالمشوار؟ رايحين انا وخالته حنان على السوق. طيب خدوني معكم. ما بدنا ناخذ حدا معنا. كيفك؟ باي. تعي خلينا ندرس. ندوش تقبريني، ديري بالك. طبعا انتوا على السوق والشقه علي. هلا انا الشقه؟ لا خالته مالك شقه، انا وانتي بالشقه سوا. يلا عادي. مبروك مدام، الحامل ايجار. حامل؟ طيب شكرا. يا هلا وسهلا، شرفتكم. يا هلا وسهلا، الف مبروك. حنا شو رايك نفوت من الحديقه مو اقرا؟ يلا شو صار لي؟ ما بعرف. يلا خلينا نمشي، تأخرنا. ماما اسماعيل، صارت الساعة 7. فايق مي فايق، سوا حنا رجعوا؟ ايه رجعوا، دخلوا فورا على اوضة البنات. طيب قليلة، شو بده يصير يعني؟ نحن اتفقنا ما نجيب ولاد قبل 5 سنين. يا ستي غلط وصار. أحلى غلط. واو، بده يصير عنا بيب صغير. ما رح يفهم الموضوع هيك. حنان لا تخافي، كلنا معك. بعدين هذا حقك الطبيعي، لإمتى بدك تضلي مستنية؟ لحتى يصير عنا بيت على القليلة. قلو أنا؟ لا أنا بقلو. لك علي شو عم تتغامزوا؟ شغلة بيناتنا ماما. مكشبكي ما هتطلع معك الحكي. ما بعرف شو هيك، انت قلها لأ هو بيتصرف. لا ما خلص خلص، هلأ أنا بقلو. ديري بالك تنزلي تسترجي. تعي معي تعي. بابا شو هون دول؟ ما بعرف، علمي علمك. شغلات نسوان. شو رايك نعمل مشروع رجالي؟ ايه بس لا تخلص الحلقة. ما خليتو؟ جيتو وقتها. خير؟ شان طالب؟ مرحبا سعيد. أهلي أهلي حكيم. فوت فوت فوت، عودوا أنت أخوك جوا. يلا هلا تخلص حلقة فوت لعندكم. يلا فوت. غريب، من إمتى بتابع مسلسلات؟ هي أعراض التقاعد لك بابا. وين أمي والبنات؟ اجتماع نسائي طارئ. بغضب عليكي اذا بتنزلي، هذا رزق امي عند الله. انا رح اقدم، بدي اخذ البشاره كمان. لحظه ماما خلينا نتفهم. بعده هيك
حمول شو مخبين؟ هذا خبر بيتخبى. كل هاد فرحانين بجاية علاء؟ هات البشارة. بشارة شو؟ لك حنان حامل. حامل؟ عن جد مرت أخي؟ ما شاء الله ما شاء الله. مبروك بنتي مبروك. مبروك حبيبي. مبروك يا ابني. إن شاء الله ألف مبروك. الو مرحبا حكيم، انا الدكتور علاء. كيف الصحه؟ يخلي لي اياك يا رب. والله بدي اسالك، اليوم مرقت لعندك واحده ست اسمها هنا؟ ايه مرت اخي اسماعيل. والحمل مؤكد؟ تاكد لي الله يخليك. ايه حكيم اكيد. شكرا كثير لك. يخلي لي اياك. الله معك، مع السلامه. ايه اسماعيل، حكيت لك مع الدكتور، قال الحمل مؤكد والف مبروك ان شاء الله. هلا لا تعمل هيك، طول بالك، لا تجن، فكر على مهلك. الله معك، مع السلامه، صباح الخير. ما بعرف. مو هذا خيرك؟ تصبح على خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا رب قوم لي حنان بالسلامة يا رب. خليني اشوف ابني قبل ما اموت. احفظه يا رب، واحفظ اولادي من كل مكروه يا رب. شو بدك تشرب القهوه؟ لا معلش، اشرب كثير. راح على الكلية وما استناني وما شرب قهوته. طول الليل ما حكى معي ولا كلمة. والقصد؟ أنا بعرف قصده، زوجي بعرفه. عن جد مرت عمو حامل؟ واو. إيه، وليش كتير مبسوطة؟ لأنه ما عنا ولا ولد صغير بالعيلة. ياش رح يتدلل. خير شو بكي؟ خدي احكي مع ندى. ألو، أهلين ندوس. عن جد إن شاء الله ألف مبروك. سعيد دا ينبسط كتير. الله يبارك فيكي، بس ما عرفت على جو. بلا عن جد
طب ألف مبروك. وأنا كنت مفكر إنه مرتخي ما بجيب أولاد. لا جاز بحالكم المسا بروح كلياتنا لعندهم. لازمك شيء؟ طبعا راح جيب هدية. معقولة؟ طيب الله يسلمك. كم مرة قلت لك صباب مو قبل الكاب؟ كم مرة؟ كنت كيف بدك تتجوز وتجيب اولاد؟ جبت اولاد سهلة معلم. ايه بس تربيتهم صعبة. على زماننا ما كان فيها شيء، نحن كنا قوايل، بس انتم مساكين. لا معلش. اللي كان فيكي واقفه انت عم تدرسي 5 ساعات كل يوم. لسه بكير، الحمل باول. باوله ولا باخره؟ نحن كتار، انت بس ارتاحي. ايه انا صدقت على الله، شوفوا لا تسمعي. خلص بامرك، تفضل. والله انت معقده. قالت لك لا تشتغلي، خلص لا تشتغلي. اي والله جاي على بالي اتجوز واحمل واتدلل. لك اتدللي شبكي اتدلل. يا حسرتي، اللي لازم يدللني صاير ما عم يقعد بالبيت. خير طبعا خير، ما في شيء يعني، بس مو جاي على بالي ارجع على البيت. لا كان فوت البيس البيجامه نظيفه لك بالخزانه قبل ما احضر الغداء. ليش هدول؟ للصغير. لسه بكير ماما. لا ما له بكير ماما، رح ضل جيب له هدايا لحتى يجي. الحبيبه اخي وضعه تعبان وما خرج يجيب له هدايا. مو بس هيك بابا، هذا اول ولد صغير عنا بالعيله. ياي رح يطير عقلي. يلا يلا. لك يا اهلين وسهلين. اهلين. اهلين سعدو. يا هلا ابو سعيد. والله يا مرتخي فرحت لك بجوات قلبي. تسلم، الله يخليك يا ابو ماجد. سعيدة غرانت لشي 20 سنة. إيه هي الماما متنشطة. صار لي 37 سنة وأنا عم بستنى هاليوم. من يوم ما جبت إسماعيل وأنا عم أحلم جوزه وشيل ابنه على إيدي قبل ماما. هلا هي بس إسماعيل؟ لا ماما كلكم. طبعاً كلكم لك حبيبي. لك شوف بابا، الأم والأب دائماً بيحبوا يشوفوا أولادهم وأولاد أولادهم ويطمنوا عليهم قبل ما يموتوا. بعد عمر طويل إن شاء الله. هلا شو قلبتولنا يا غام؟ حنان شو رح تسموه؟ لسه ما بنعرف صبي ولا بنت. لا لا ان شاء الله صبي. لا بنت وبدهم يسموه ندى. لك صحيح وينه اخي اسماعيل؟ عنده شغل ضروري. مزبوط لحاب ايده، لازم يسعى لانه بتعرفي صار ابو عيال هلا. لأمتى رح تضل هيك؟ والله ماني عارفان. يعني لأمتى رح تضل هربان؟ ماني عارفان شو بدي لحنان. لهالدرجة الموضوع صعب؟ كتير، خاصة بيني وبين حنان. حنان عندها هلا إحساس إنه هي يعني خالفت اتفاقنا.
وانا شخصيا ما بديها تشعر بالذنب. طيب وين المشكله؟ وبنفس الوقت ما في امكانيه نربي ولد وما لنا مستعدين انه نجيبه. انت معقده. هي معقده. مساء الخير ماما، ليش لهلا سهرانة؟ استنيتك. خير؟ ليش لهلا؟ ما في شيء، عندي شوية شغل وبعدين بطريقي مريت شوي لعند علاء. وما بدك تشوف حنان وزعلان منها؟ لا أنا مالي زعلان. لا تكذب. شوفي أمي خير. شوف هالولد اللي ببطن حنان مو بس إلك، هذا إلنا كلنا، هذه الروح بني آدم، مو حق تفكر تنزله. مالك شايف قديش فرحانين فيه؟ أمي هذا الحديث مو وقته هلا. لا هلا وقته. أنت عاقل وبتفهم بالأصول، لا تخليني أزعل منك. وإذا شايفه مشكلة كبيرة أنا مسؤولة عنه وعن تربيته، لا تحمل همه أبدا. أنا ما بدي حدا يربي لي ابني. معقولة بهالوضع يعيش ولد ويكبر؟ ايه انت مزودة شوي. لا لي مزودة ولا لي معقدة، بس الواحد لازم يكون في عنده بيت حتى لو كانوا قطين صغار لحتى يقدر يجيب ولد، ما هيك؟ بالعكس، وجود امك واخواتك حواليكم بيساعدكم كثير. اخي بيتنا وبتعرفه. لك يا رجل بكل اوضه في اثنين ثلاثه، صدقني عم يتفشكلوا ببعض. طيب المره حملت؟ واذا حملت؟ والله ما بعرف، يعني عم بسمعك عم لاقيك معك حق، وحتما امك واخواتك كمان معهم حق. أصلاً هون المشكلة، الكل معه حق، بس اللي بده يجي شو ذنبه؟ مو من حقه إنه يجي ويعيش بشكل طبيعي مثله مثل أي بني آدم؟ حنان، شو في مين عم بيستناكي؟ خديني معك، بدي سلم عليه. صايرين ما عم شوفكم مع بعض إلا بالمناسبات. مرحبا. سلامات. مرحبا. كيفك دكتور؟ والله الحمد لله. كيفك انت؟ كيف وعدنا ندخلك؟ بيسلم عليك، لو بنعرفكم بدكم عزيمة كنا عزمناكم. والله حقك علي، بس يعني شوفت عينك ما في وقت. طيب عن إذنكم. الله معك، سلمي على عدنان كثير. الله يسلمك. باي حبيبي. باي، مع السلامة. خير؟ طبعا خير، حبيت اني اشوفك واعزمك. شو ذكرتني بايام الحب. مو بكير شوي على الديارة؟ لا بكير ولا شيء، بكره ما بتشوفي غير الوقت مرا. ماما ما عاد حدا خيط الديارة، كله عم يشتري جاهز. صار لي زمان ما خيطت. انتوا اشتروا جاهز وانا رح افصل دياره ومنشوف دياره مين احلى. اكيد ديارتك ماما. طبعا. ايش انا بدي من هذا الفستان؟ لعيونك واحلى فستان. وانتي شو قاعده عم تساوي هون؟ اكيد نقبتي راسها لتيتي. عم ساعدها لتيتي. تركيا يعلمها الخياطه. ايوه. أهلين حنون.
شو طلعتي وسمعتي تتغدوا برا؟ ايه بالهنا ان شاء الله، تذكرونا. باي. بعرف انه مو قصدك، وبعرف انه الموضوع صار بالغلط، بس كمان الغلط ممكن يتسوى. شو قصدك؟ حنان فهميني، نحن صرنا حاكين بالموضوع أكثر من 10 مرات. أنا بدي ولد، بس ما بدي يجي ونحن عايشين مع أهلي بأوضة واحدة. بعرف البيت صغير وزحمة، وأنت مالك متهيئ نفسيا للموضوع، وأنا مثلك ما بدي ولد هلأ، بس صار، وهلأ هو كل يوم عم يكبر جواتي. مشان هيك لازم نحسم الموضوع. شو رأيك؟ أنا تارك الموضوع لإلك. أنا ما بحب هالديمقراطية، بدي كلام واضح وصريح. بدك إياه بخلي، ما بدك إياه من بكرة بروح بنزله. لا لا لا، هذا الموضوع بإيدك. حنان أنت قرري. أهلين حنان. أهلين علاء. بعرفك الدكتور محمد زميلي وفاطمة. يا أهلا. مرت الدكتور إسماعيل. إيه نعم. مرحبا. أهلا وسهلا يا هلا. تعطي هالرشيط للمريض بـ 107. نعطيه انتبيهتي؟ ابدا، تقطعوا عنه كل المضادات. بالاذن حكيم. مع السلامه دكتور. تصبحي سعيده مدام. شكرا. خير؟ بدي اشوف امكانيه تنزيل الولد. قصدك اسماعيل بده اياك تنزلي الولد؟ مو مهم مين اللي بده. لا مهم. انا جاي اعمل فحوصات، وبدي اياك تشوفي طبيب نسائي شاطر. أنا برأيي طولي بالك وتفكري بالموضوع على مهلك. أنا حكيت مع إسماعيل، ومثل ما فهمت منه إنه أبداً ما عنده مانع يبقى الولد. بس هو ما أنه متحمس. مو مهم، بس يجي الولد بيتحمس وبيمشي حاله. والمهم بوضعك النفسي هاد إنك ما لازم تنزلي الولد أبداً. احسمي الموضوع من جواتك، وموضوع الدكتور والعملية تركي لي أنا. مسخرات عمو. شو خير؟ وين الدكتور؟ وعد رفقاته بالأهل. كنت محضر حالي اغلبه شي برتية الطاولة. اجري للمساء. حنان تعي شوي. ها شوفي، وهي الطاقية ما احلاها. حلو كتير مرت عمي، سلم ايديكي. الله يسلمك. لا مو حلو، شو هالموديل؟ الديارة كمان بدها موديل. يا ماما، هذا نفسه اللي فصلتيه بزمانك لأبوه من 37 سنة. والديارة هي ما تغيرت، انداء وفستان وطاقية. لا تغيرت، خليني جيب لك كتالوجات وأنا بصمم لك. ندى حبيبتي لا تلعي قلبك، ماما مصممة. مرت عمي مو بكر على الديارة؟ لا مو بكر. بصراحة انا بدي نزل الولد. شو نزليه؟ معقول؟ انا بعرف اكيد هي افكار اسماعيل. مو على كيفه، بغضب عليه طول عمري. لا اسماعيل ما له علاقه، هذا قراري انا. شوفوا ما بتتركوها ولا لحظه، اذا بتنزل الولد انا بترك البيت وبطفش. ارتاحي شوي، خلينا نشوف شو القصه. مش خليك هون، بدي اشوفها لحالي. حنان راحت لعند اهلها. لحقت تطلع؟ ما بعرف، طلعت من عندكم وقالت لي انه رايحه لبيت اهلها وراح تنام عندهم. يا بابا ليش خليتها تطلع؟ شو بعرفني انا، فتحت الباب ومشيت. احد ائمه العلم واللغه والشعر والسيد بابا الله يخليك، احكي مع عمو اسماعيل. لك بدي جبدي احكي معه، قل له عيب عليك تنزل الولد. هلا مو انت الكبير؟ خلاص ديانا تركي ابوكي. لا مو خلاص، انا بدي اروح لعنده واحكي معه.
حبيبتي هاي شغلات خاصة، أنت ما دخلك. لا مو شغلات خاصة. لك حبيبتي عمك ما بيسمع لحدا. بس يا ريت يا هناء أنت تشوفيها لمرتخي. قليلة إذا شغلت مصاري أنا جاهز. أنا مالي علاقة، أنت أحكي مع أخوك. أنا بدي أقول له. ماما أنا رايحة معك. إيش عليه؟ قلت لكم لا تتركوها ولا لحظة. لا ماما منراقبة يعني نطلع مع مرافقة كلها يومين بعدين أخوك بيقتنع وكل شيء بيصير طبيعي. ومدرستها؟ باخذ لها أذن. صح أنا من رأيي ماما ما لازم نتركها ولا دقيقة. يلا طالما ما عنده مانع ليش بدك تنزلي؟ ماما نحن وضعنا صعب وعايشين بغرفة ببيت أهله ولسه ما زبطنا حالنا لهلا. طبعا من كبر راس جوزك. بابا مشان الله إذا بدك تحكي على اسماعيل هلا بقوم برجع على بيتي. بالأول خليه يصير عندك بيت. طولي بالك ماما هلا أنت ضروري تزعجها بسبب كلامك اللي مثل السمسار لازم تشهر ما إجت زارت عنا. خلص ماما عادي حبيبتي عادي. وأنا رايح. ابقوا خططوا على كيفكم. بس ويني اسماعيل اللي أول مرة معه حق. لا تجيبوا ولد لا يصير عندكم بيت. أهلين وسهلين أم سعيد. أهلين أهلين. مرحبا خالد. أهلين أهلين. يا أهلا وسهلا تفضلوا. أخي هي إجت من حالة لعندك وقالت لك بدي نزل الولد. أنت ضروري تعمل مصلح اجتماعي. أنا حكيت رأيي كطبيب. وانت يعني ما بتعرف ظروفي؟ بلا بعرفها، بس انت كان لازم تفكر شوي وتحسب الموضوع من جواتك. اخي انا حاسمه خالص منتهي، بس ما بدي اضغط عليها وامرها. لا انت مو حاسمه، انت بدك تحملها مسؤوليه كلها وتعمل حالك ما عندك خبر. وهذا الاسلوب ما منيح لانه مو من طبعك اصلا. والله ما بعرف، والله ما تعرف شيء من شيء. منين جتنا هالمشكله هلا كمان؟ لو تعطني عمك. المهم انت تقتنع حكيم. شبنا اللي بده يتجوز بده يجيب اولاد. والولد بتجي رزقته معه. اللي يلا الدكتور ابني خلوه علي. يا ماما اسمعي ما له علاقة، هذا قراري انا. لا يا ستي مو قرارك، انا بعرفك منيح. انت كانك عم تطلبي منا انه نتدخل، ونحن رح نتدخل وما رح نسمح لك تنزلي. الله يرضى عليك يا سهى، والله لو اخواتك ما بيحبوك اكثر من هيك. حنان مو بس اختنا وكنتنا ورفيقتنا كمان، وإن شاء الله عن قريب بدها تصير أم ابننا. خلص لكان توكلي على الله، وبكرة بس يجي بتشوفي قديش رح تحبي. لك يا بنتي الرجال ما بينمسك إلا إذا صار عنده ولد، وابني ما رح يصير معه فرنك إذا ما صار عنده ولد. فهميني. فهمانتك مرتام، والله فهمانتكم، بس أنتوا كمان فهموني، لا تضغطوا علي مشان الله. شو بكي حنون؟ لا ما في شيء. شلون ما في شيء؟ شوفي وشك شلون تعبان. امبارح ما نمت منيح. حنان لا تكوني حامل. لا ماني حامل. عملتي تحاليل؟ عم اقول لك ما في شيء. بعدين الحمل ما بيبين. طبعا بيبين، معناتها شوية تعب وبيروح. لا تقلقي. ولا يهمك، طمنيني عن صحتك. تعباني حاسة حالي رح انهار. حنان لازم تغذي منيح، لازم تتدفي ضروري كتير تتدفي وتاكلي. لا تاكل همي. اسماعيل عندك؟ لا. علاء ممكن تقول له لاسماعيل اني بحبه، بحب ابني كتير، بحب انه هو يحب كمان ابنه، وما رح اجيبه
لحتى اشوف لمعه الفرح بعيون اسمعك. ممكن تقول له انه انا كثير كثير تعبانه. طيب رح اقول له وانت بخير. معقول ما تحكي معاه؟ والله ما بعرف شو بدي له. يا رجل وضعك كثير تعيس، ما سمعتها؟ حكي بأشعر بدن. بين عليها زعلانة فعلا. زعلانة؟ رح حطها. اسمع اسماعيل، هذا بيأثر على الولد. ها طيب خلص خلص، بكره بمرق على بيت أهلها وباخذها وبنرجع للبيت. أمري لله. ما بقدر أطلع بعيون حناني إذا زعلت، ولا بقدر على زعلها. يلا سيدي، ولد ولد. شو عليه؟ ايه هيك ها؟ فردها؟ كانه يعني شيء حلو ان الواحد يكون اب. حلو؟ حلو كثير. نسينا الشاي على النار، بتكون نشفت المي. مساء الخير. اهلين. اهلين بابا. شو لساتكم سهرانين؟ قلبي كان محسسني انك رح تجي اليوم. شو يا اسماعيل؟ هذا اخوك علاء عم بقنعك انه تبقى عنده وتتركنا ولك بابا؟ معقول اترككم؟ ولا اشتقت للعزوبيه؟ والله اذا بدك الحقيقه الواحد مشتاق. ليش لا؟ ليش كذب؟ ماما الله يخليك، روح رجع حنان وخلينا نرجع مثل ما كنا، والله ما عاد تهنينا بشيء. عمرك مسعيد؟ خلص المسا رح جيب حنان وبنبلش نفصل الديارة. يا ستي تحت أمرك. روح الله يرضى عليك، ما حرمتني شوف ابنك قبل ما موت. ومن جهة الديارة لا تخاف، تقريبا صارت جاهزة. ايه وأنا جده شو بدي أعمل؟ أنت رح تعطي اسمك للولد. وإذا بنت؟ اسم أمي. لا، نحن أسماءنا قديمة، بعدين بتزعل ندى. ماما ما بتطلعي بلا فطور؟ ما جاي على بالي ماما. ماما الله يرضى عليكي، انت حملك صعب كثير، مو ضروري تروحي على المدرسه اليوم، خذي اجازه. ما فيني شيء ماما، خلص. شلون ما فيك شيء؟ شوفي وشك شو مصفر. خلص اطمني، اذا حسيت حالي تعبانه باخذ اذن وبرجع فورا. طيب يلا بخاطرك. الله معك حبيبتي. غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون، حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. لا تفضلي لبرا، تفضلي. ماشي. عم يحلى صوتك بابا، تعرفين؟ شكرا بابا، اليوم بتجيبها لحنان. اي والله القهوه ما لها طعمه من دونها. اي ماما بدي روح معك. كلنا بنروح. يا على بيتها الاحمر. اي حنان بتستاهل، موجبه وبتحبنا كلياتنا وحلوه كمان. المهم اذا اجى ولد رح سميه فادي. فادي؟ شو الاسم هاد؟ تخيلي واحد مثلا عمره 50 سنة وعم ينادوا له فادي. معقولة؟ انت ما دخلك على كيفي. طبعا اذا حنان ما وافقت منغير الاسم. طيب واذا اجت بنت؟ الموضوع محسوم، ما بده اي نقاش، منسميها ندى. شو؟
صار مع نزيف بأي مشفى. جاية فورا. الو، اهلين دكتور اسماعيل. بعتقد هو المحاضره. ايه طبعا محاضره. لحظه شوف لك برنامج. يا سيدي بالمحاضره. شو هالحكي؟ الله يشفيها، الله يشفيها. ايه طبعا طبعا راح نبلغه فورا. مع السلامه. تفضل. امر دكتور. يا فتحي انزل على قاعه الثالثه وبلغ الدكتور اسماعيل انه مرته اخذوه اسعف على المشفى، وقل له كمان انه هي مخطره. حاضر دكتور. شو على ضمن المدام؟ بخير. والولد؟ للاسف ما قدرنا نثبته، المدام اجادته. اسف. ممكن تستني بالغرفه 104 لحتى تسحب من البنج؟ يلا تفضلوا يا جماعه تفضلوا. من السبب؟ انت مالك علاقه، هي حمله كان صعب شوي. لا لا انا السبب. انا كان بدي اياه بس يعني لك يجوا في عند أهله بيت على قليل أوضة. أنا السبب. رح سامح حالي أبدا. أنت مالك علاقة. أنا حملي كان صعب، ما درت بالي على حالي. أنت سامحني وحبني ولا تتركني أبدا، حتى إذا رحت لعند علاء خدني معك. كمان علاء رفيقي وأخي، بحب روح معك لعنده واسمع موسيقى. اسمعني، الله يخليك لتبعد عني.